مراسل الغد أفاد بتجدد صوت الانفجارات في العاصمة دمشق. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك محمد طوالبة. محمد مرحبا بك، أبدأ معك بتفاصيل هذه الانفجارات. تحياتي. بالفعل منذ نصف ساعة تقريبا بدأت تسمع سلسلة من الانفجارات في العاصمة دمشق وريفها، وقد استمرت لحوالي 12 دقيقة تقريبا. هذه الأصوات كانت ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأجسام معادية وصواريخ تستهدف عدة مناطق في دمشق. بعض هذه النقاط التي تستهدف يسمع صدى الدفاعات الجوية بالقرب منها، وبالفعل كان هناك هجوم عنيف. أعتقد بأنه لأول مرة تسمع صافرات الإسهال تنطلق في عدة مناطق في دمشق، وقد سمعت في بلدات قدسية وألهامة، وكانت هناك حاليا تسمع أيضا في دمشق أصوات لسيارات الإسعاف. بعض الصور التي وصلتنا حتى الآن نرى فيها من المتوقع أن تكون هي بقايا لصواريخ أو شظايا سقطت في عدة مناطق، منها هناك تصاعد بألسنة اللهب والدخان في منطقة المزة وسط دمشق. ويقال حتى الآن معلومات ليست رسمية ولكنها يتم تناقلها من مصادر أهلية أن هذه الشظايا أصابت بعض المدنيين في منطقة الحديقة الفرنسية في منطقة المزة. ومنذ دقائق بدأت تهدأ حدة هذه الاستهدافات، ولكن حتى الآن لا يوجد مصادر رسمية تؤكد إن كان هذه الأصوات التي سمعت هي لتصدي الدفاعات الجوية للأجسام المعادية أو أنها بالفعل أصابت بعض النقاط التي كانت تهدف لإصابتها. طبعا هذا الاستهداف ليس الأول اليوم، هو الثاني. سمعنا عن عدة استهدافات أصوات سمعت في دمشق كان غالبا تكون هي لمسيرات تخترق الحدود السورية، تكون متوجهة لنقاط معينة تنطلق الدفاعات الجوية السورية. واليوم صباحا سمعنا عن محاولات لوصول لنقاط عسكرية، وكان الرصد عبر الدفاعات الجوية وعبر عناصر جوالة كانت تحاول إسقاط هذه المسيرات عبر الرشاشات المحمولة. حتى الآن لا يوجد إحصائية رسمية إن كان هناك خسائر بشرية أو أن كان هناك خسائر مادية، ولكن بالفعل حسب ما يتداول حتى سمعنا من أحد الأصدقاء أن زوجته هي إحدى المصابين، أو أنه يقول أنها توفت حتى الآن.